ومرض لي أخ فترة من الزمن فترة طويلة جدا، وذهبت به إلى كثير من المستشفيات ولكن لم يستفد من كل ذلك. وبعد ذلك قالوا إن عنده بعض سحر، فذهبت به إلى شخص يدعي أنه يعالج المرض السحري وعالجه بطرق غريبة حسب طرقهم الخاصة والمعروفة للجميع، وقد شفي بإذن الله. وسؤالي، هل أنا آثم في ذلك؟ نعم، إذا كان معروف أنه يتعاطى السحر أو علم الغيب أنت آثم، فعليك التوبة إلى الله وعدم العود. وإن كان إذا تعاطى بالقراءة وليس مباحا لا بالسحر ولا بخدمة الشياطين ولا بعد علم الغيب فلا بأس. أما من يعرف بأنه يدعي علم الغيب ويقول أصاب فلان حصل كذا كذا في يوم كذا وأن ساعدت كذا يوم كذا، هذا كله دليل على أن يخدم الشياطين أو يكذب، يدعي علم الغيب ويكذب أو يخدم الشياطين، هذا لا يسأل ولا يسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم الصحيح. وفي اللفظ الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. رواه أهل السنة بإسناد جيد. فقال أيوة عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من تكهن أو تكهن له. ولا يجوز المسلم أن يسأل هؤلاء، قد يشفى المرض لأسباب كثيرة وقد لا يشفى. ليس كل مريض يشفى، وليس كل مرض له دواء يشفى منه، قد يعالج له دواء لكن لا ما قدر الله له الشفاء لأن الحكمة المدة قد تمت والأجل قد حضر، فالأدوية مشروطة بعدم وجود الأجل. أما إذا جاء الأجل ما تنفع الأدوية. تعالى يا شيخ، وفق الله الجميع، وفق الله الجميع. فقد سمعنا جميعا المحاضرة القيمة التي تفضل بها